الله يقول: هل الذين يعتقدون أن البروج الفلكية تبين المستقبل باستقلال هل يكفرون بهذا الاعتقاد؟ نعم، إذا ادعى علم الغيب البروج ما تفيد علم الغيب. أما التوقعات، توقعات يتوقعون في الأرصاد الجوية حصول رياح حصول أمطار، قد تحصل وقد لا تحصل، إنما هم يتوقعون هذا ولا يجزمون. أما لو جزموا إنهم يكفرون بذلك، لأن هذا من ادعاء علم الغيب. نعم.